ورجعنا لكم وبداية حلقتنا. حابب كده في بداية الحلقة ناخد دقيقتين فيهم رسالة لأحدهم، وأكتفي بوصفه بأحدهم. الكذب تجارة البعض بيجدها، خصوصا لو مريديه عندهم الميل النفسي والاستعداد لتصديق الأكاذيب كنوع من الهروب من الواقع، خصوصا لو الواقع ده فيه منافس زي النادي الأهلي، كل حظوظك تتلخص في محاولة اللحاق بمجده، فتبدأ تختلق الأكاذيب عشان تلاقي نفسك مرتاح نفسيا وقادر تتجاوز الواقع بتاعك ده، زي إنك تسمي نفسك مدرسة الفن والهندسة وتشوف إن الأداء والكورة الجميلة بيعوضك عن البطولات. بتعمل كده ليه؟ عشان تلاقي مبرر نفسي ترضي بيه نفسك مع كل بطولة بتخسرها، ولكن مع أول بطولة بتفوز بيها مع أداء سيء بتشوف إن الغاية تبرر الوسيلة وإن القصة عمرها ما كانت في الأداء، زي برضو إن أنت تشوف إنك عمرك ما كنت النادي صاحب النفوذ، مع إنك أنت النادي اللي تشرفت بفكرة إن اسمك يكون على اسم الملك، واللي سعى في ده كان رئيس اتحاد الكورة مع رئيس ناديك. برضو من الأكاذيب اللي بتحب تصدقها زي فكرة إنك أنت النادي اللي طول الوقت مضطهد من اتحادات الكرة المختلفة، مع إنك أنت النادي اللي انسحب من مباراة على خلفية قرار تحكيمي بالمناسبة كان صحيح، وكانت اللائحة بتقول إنه هو في مباراة القمة بعد انسحابه يهبط للدرجة الأدنى. طلع وقتها وفي تصريح شهير سمعناه على لسان وزير الشباب والرياضة في الوقت ده، قال إن كان عندنا حلين، يا النادي ده تتطبق عليه اللائحة ويهبط للدرجة الأدنى، يا إما نحل اتحاد الكورة فنحل المشكلة، فتحلت المشكلة بحل اتحاد الكورة. برضو من الأكاذيب زي إنك تشوف نفسك طول الوقت إن أنت النادي المضطهد تحكيميا واللي أنت وقع عليك تاريخيا ظلم تحكيمي، وما تشوفش ده استثناء، مع إن أنت النادي اللي طلع مسؤول بارز في التحكيم وقال إن الحكم ده جال النادي ده عشان رئيس النادي ده بيحبه. زي برضو فكرة إن أنت تبقى شايف إن بيتم إعاقتك عن تحقيق البطولات بوضع عراقيل في طريقك، مع إن أنت النادي اللي مدير تنفيذي سابق للاتحاد قال المستشار عايز بطولة وقد كان. أعتقد نزيح الستار عن أكاذيب الفن والهندسة وندخل بقى لحلقتنا وكتير من الحقائق اللي ما فيهاش أكاذيب. أول الحقائق دي معانا إن النادي الأهلي بيشارك للمرة السادسة في مونديال الأندية، مجد عظيم يليق بالنادي الأهلي وهو بين الكبار. النادي الأهلي اللي البعض كل أملهم ومعرفتهم عن كأس العالم أو طموحهم وارتباطهم به إن هم كانوا محتمل مشاركتهم. النادي الأهلي جمهوره لازم يكون سعيد ويعرف إن البطولة دي زي ما هي مهمة، زي ما كمان عندنا مباراتين مهمين في الدوري، وزي ما كمان مهم نعرف النادي الأهلي هيقابل الدحيل القطري لو شفنا القرعة اللي حصلت النهاردة، بحيث نشوف البطولة ماشية ازاي. هنلاقي إن النادي الأهلي هيقابل الدحيل القطري، والفريق المكسيكي تيجرس هيقابل فريق أولسن الكوري، والكسبان من النادي الأهلي والدحيل هيقابل بايرن ميونخ، والكسبان من الفريق الكوري والفريق المكسيكي هيقابل الكسبان من كوبا ليبرتادورس. عايز أقول إن بطولة كوبا هيتقابل ويا بطولة أمريكا الجنوبية هيلعب فيها بالميراس مع سانتوس، الاتنين برازيليين كانوا بيقابلوا قبلها على سبيل الصدفة فريقين من الأرجنتين ريفر بليت وبوكا جونيور. الفريقين اتقابلوا على غرار دوري أبطال أفريقيا، فريقين من المغرب وفريقين من مصر، وصل للنهائي فريقين من البرازيل، هيلعبوا يوم 30 يناير، وأعتقد هتكون مواجهات مهمة. فريق الدحيل القطري أنا شايف على عكس البعض اللي بيهون من المقابلة، المباراة صعبة جدا ومحتاجة تركيز ومحتاجة كل المجهود. الدحيل عنده لاعبين مميزين جدا استقدمهم، خصوصا في بعض المراكز اللي كان عنده نقص فيها زي علي كريم اللاعب الإيراني بعد ما فشل في ضم فرجاني ساسي، وكمان عنده جناحين مميزين جدا إدميلسون جونيور واللاعب أيضا الجناح البرازيلي الآخر اللي جاء من بالميراس، وهو لاعب مميز جدا حتى في أرقامه التهديفية، وكمان عندهم المهاجم القطري، وهنا احنا بنتكلم في الجناح البرازيلي دودو، وبنتكلم في المهاجم القطري المعز علي، وميشيل أولونجا اللي هو المهاجم الكيني اللي ضموه أخيرا. فريق ما ينفعش يستهان بيه،
وفريق لازم نكون مركزين في المباراة بتاعته بالشكل الأمثل، لأن كأس العالم زي ما هي بطولة احنا بنتمنى نحقق فيها مركز متقدم، لازم كمان نعمل أقصى مجهود عندنا، وإذا نجحنا وقابلنا البايرن وبقت مواجهة منتظرة في اللحظة دي هنتمنى التوفيق، هنعمل كل اللي علينا، والباقي هو الدعوات من السماء إن احنا نعبر مواجهة صعبة جدا، ولكن كل الطرق تبدأ من الدحيل. خلاص خلصنا القرعة، عشان ننتقل بقى لحاجة تانية خالص، وهي جمهور النادي الأهلي ما بيتكلمش غير فيها، ده هيكون معانا في فار روم. النادي الأهلي حصل اتجاهه أحداث تحكيمية، الجمهور بقاله يومين بيتكلم هنرد نتكلم في ايه، هنقول ايه، هنعرض ايه. النهارده هنوريكم ليه اصلا بيان النادي الاهلي صدر، وهنوريكم ملابسات الموضوع وهل ده شيء النادي الاهلي عنده حق فيه ولا لا، وهنقول لكم ابعاد قرار الشناوي ايقافه 4 مباريات، وهتشوفوا معانا حاجات وحالات ولقطات بتشوفوها لاول مره. طبعا السوشيال ميديا وكل البرامج كان لها دور كبير جدا، ولكن كمان احنا بنكمل وبنوريكم فكرة تنسف أي مبدأ لإيقاف الشناوي. اتحاد الكورة في ظل الغضب العارم لجمهور النادي الأهلي خرج منه البعض بيتكلم في فكرة إن يا جماعة الإعلام اللي بيثور على فكرة الإيقافات وعلى المشكلة التحكيمية وعلى بيان النادي الأهلي لازم يراعي إن عندنا مونديال الأندية. أكيد كلنا متكاتفين فيما يخص مونديال الأندية، ولكن هي الفكرة، هي المشكلة عند مين؟ هو مين أصلاً اللي عمل اللغط؟ هل النادي الأهلي كرد فعل هو اللي بيحاسب، ولا المشكلة أصلا في الفعل؟ وإيه هو الفعل؟ غياب الموضوعية وغياب العدالة التحكيمية. النادي الأهلي عنده أخطاء حصلت في حقه ما أعتقدش على سبيل المصادفة، عشان كده خرج بيان. لو حكم الساحة بيخطئ في وجود الفار فده مقبول، ده بيان النادي الأهلي اللي ركز فيه، ولكن الأخطاء بتكون من حكام الفار، وهنا ده اللي غير مقبول وغير مفهوم وغير منطقي. كمان فيما يخص إيقاف الشناوي، انت في الوقت اللي الجمهور عنده موقف، وفي الوقت اللي الجمهور فيه غاضب وشايف ان في قرارات تبعاتها لازم تكون موقف من النادي الأهلي وإدارة النادي الأهلي بتكون حاضرة للدفاع عن حقوق ناديها كالعادة، بيحصل موقف غريب جدا، بتخرج القرارات في ثانية، بتخرج القرارات لإيقاف الشناوي وكأن بيتقال للنادي الأهلي نحن لا نبالي. على فكرة، فكرة خط أحمر لما احنا فكرنا أساسا في اسم البرنامج ما كانش إن النادي الأهلي خط أحمر إن هو لا يجوز نقضه ولا يخضع لقواعد ولا يخضع للوائح منظمة إطلاقا، اللي فاهم كده تفكيره محدود جدا، ولكن كانت الفكرة إن حقوق النادي الأهلي خط أحمر، الاستهانة بالنادي الأهلي هي مليون خط أحمر، والقرار خرج باستهانة في النادي الأهلي، مش عشان النادي الأهلي ما فيهوش لاعب يعاقب، لا إطلاقا، إنما أنت عاقبت اللاعب بدون حيثيات. أي حد فاهم قانون عارف إن في فكرة قانونية اسمها بطلان الإجراءات. لو أنت عندك قضية حتى لو كانت أنت شايف إن فيها حد مخطئ، لو راحت لحد بيحكم فيها وشاف إن الإجراءات الأساسية اللي وصلت له القضية كانت غير سليمة، بيحكم إن القضية دي ما ينفعش يتاخد فيها حكم على الشخص المدان. ليه؟ لأن كان فيه بطلان إجراءات، وده اللي حصل في الحالة دي. بطلان الإجراءات هو قرار الحكم بتاع الساحة اللي مخرجش في حق الشناوي، فبالتالي ما كانش أنا ينفع أخد قرار بإيقاف الشناوي. ليه؟ وفكرة بطلان الإجراءات دي جت منين؟ جت عشان المشرع رأى إن لو الموضوع اتاخد بدون مقاييس أو إجراءات صحيحة هيبقى الحكم على الأهواء، وهيبقى دايما الحكم قابل للطعن وقابل للغضب الجماهيري المبرر، وده اللي حصل فعلا، وده اللي شفناه، حكم وقرار غير منطقي ولا يحمل اي ملابسات ومرفوض تماما. مش مرفوض عشان زي ما قلنا النادي الاهلي فوق اي لوائح، لا 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 ابدا، مرفوض عشان النادي الاهلي ما ينفعش يخرج قرار في تضارب مع قرارات اخرى كتير، وتقرير حكم تم، بلاش اقول التلاعب فيه، تم خروجه في ملابسات غير مفهومة بالمرة. طيب النادي الأهلي
طلع القرار ده بلا حيثيات؟ اكيد لا، اكيد ده ما حصلش. نشوف اساسا بيان النادي الاهلي استند على ايه، وده خطاب للراي العام كله. عايزين نشوف هل اللي حصل مع النادي الاهلي في ظل عدد الماتشات دي، انت اقعد خرج نفسك من فكره انت اهلاوي ولا لا، اتفرج واسمع وشوف هل ده سياق طبيعي للاحداث ولا سياق غير طبيعي. بنبدا بفكره حكم الفار محمود الدسوقي. 7 مباريات بدايه من ماتش الاتحاد، بيدير في النادي الاهلي 3 مباريات من 7. حكم الفار ده اللي بدا في حوالي 40 يوم او اقل بيدير 3 مباريات، عمل حاجه غير مسبوقه في التاريخ، واتحدى حد يجيبها، انه خد قرار في ماتشين مختلفين تجاه نفس اللاعب في لعبه مماثله، والقرارين بتوع التسلل بتاعه محمود الدسوقي في مباراه سيراميكا والمقصه على محمد شريف الاتنين غلط. دي حطها على جنب. طيب هل هي دي بس الجزئيه اللي نقدر نتكلم فيها؟ لا، هنروح لحاله تخص دجله، مباراه الاهلي ودجله، وبتتحرم من نقطتين مستحقتين عن طريق ضرب الجزاء لم تحتسب للنادي الاهلي. بيكهام والشد واضح قدامنا كلنا، والنادي الاهلي بيتحرم من اللقطه دي. بتيجي بعد النقطتين دول الامور ما بتتصلحش، ده بالعكس لسه في اصرار على الخطا. ايمن اشرف بيسجل هدف صحيح، وهنروح معاكم وهنقف في مرحله مستقله عند الهدف ده. انا عايز نشوف في اللقطه دي دراع المدافع، هل هي ايه وضعها التشريحي ان هي تكون في الاتجاه ده؟ هل ده طبيعي؟ لا، ايمن اشرف كان بيتم اعاقته ومع ذلك حاول يعمل الجامب وسجل الهدف. مش كده وبس، بنشوف تناقض كمان يستحق كلنا نقف عنده ومحدش ينفع يشوفه، ان في حسن نوايا، لان الطريق الى جهنم مفروش بالنوايا الحسنه. رامي ربيعه الكره دي اتحسبت عليه في مباراه الاسماعيلي الموسم الماضي ضرب الجزاء، وما تمش تطبيق فكره الارتداد. كان مين الحكم الرئيسي؟ كان محمود عاشور. حلو، هنقول ان محمود عاشور ممكن يكون ده تفكيره ودي قراراته، بس لما نروح ونلاقي محمود عاشور في مباراه المصري والزمالك حكم فار، وبتيجي لعبه مماثله والكوره بتخبط في ايد مدافع الزمالك وهو حكم الفار، ويروح له الحكم، كان ايه رايه؟ هل طبق نفس المنطق ان الارتداد هنا بيتحسب ضرب الجزاء؟ لا، تغاضى عن اللعبه. طيب هل كل اللي احنا بنقوله والشيء المخيف ده من المغالطات اللي اتعملت في حق النادي الاهلي في القرارات، هل ده بس كان كده؟ لا، ده كمان النادي المنافس تم مجاملته، نادي الزمالك امام نادي انبي في لعبتين بضربتين جزاء بشهاده خبراء التحكيم، ضربتين الجزاء الاتنين ما بيتحسبوش. ادي واحده منهم، اتكلمنا في بره او جوه عشان نلهي الناس عن كرة طارق حامد اللي ما كانش فيها أي مبرر إن هي ما تتحسبش، والدفع كان فيها واضح جدا. كده إحنا بنتكلم في الكم ده من الحالات في الفترة المحدودة دي، وإنت قاعد بتتفرج عندك عقل، سيبك من انتمائك وجرد أي انتماء، هل بعد كل ده النادي الأهلي لما يصدر بيان بيحط كل واحد فيه في اتحاد كرة أو كل مسؤول في لجنة الحكام أمام مسؤولياته؟ هل النادي الأهلي هنا ما عندوش إعلاميا وأمام الرأي العام كل الحيثيات اللي تخليه يقول يا جماعة ثانية واحدة في حاجة غلط، في حاجة مش مفهومة، في حاجة كم من الأخطاء مستحيل يتقبله العقل إن بيحصل في المدة دي؟ طيب بعد القرار إيه اللي حصل؟ بعد القرار بنشوف خبر إيقاف الشناوي. طيب إيقاف الشناوي 4 مباريات زي ما شفنا، في جرأة مش في القرار، سرعة إعلان القرار كانت رسالة، رسالة للنادي الأهلي، مش إن إحنا بنطبق العدالة، لا 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 لا، دي رسالة للنادي الأهلي إن النية مبيتة، رسالة للنادي الأهلي إن إحنا خلاص مش فارق معانا إمام عاشور وفرجاني ساسي في مباراة بتحصل بتاريخ 1/10، اللجنة بتجتمع بعد 6 أيام، ولاعب يستحق الإيقاف بيلعب مباراة بعدها، الجميع بيعلم إن القرار اللي المفروض بحقه إن هو يتم إيقافه، ومع ذلك ده ما بيحصلش، بيلعب مباراة بعدها وبعد كده يطبق الإيقاف، ولكن المرة دي
مفيش الكلام ده، القرار هيطلع وقتها وبأسرع وقت ممكن. طيب هنتكلم في فكرة إن القرار طلع بسرعة، مفيش مشكلة، هل أصلا القرار ده صحيح؟ هل أصلا القرار ده مستند على أي وقائع؟ هل أصلا القرار ده منطقي؟ يا جماعة لو ما عندناش معيار كلنا ثابتين عليه، تأكدوا إن كلنا عندنا حاجة غلط. ليه ما عندناش معيار ثابتين عليه؟ لأن هتشوفوا معانا بعض الحالات اللي عرضت وحالات بتعرض لأول مرة. لو رحنا في مباراة بيراميدز رمضان صبحي اعترض على الحكم، لو شفنا الصورة داخل المباراة بعد المباراة بيعترض على الحكم، مسكه من كتفه، كان ايه القرار؟ الحكم اشهر بطاقة في وجه رمضان صبحي. طيب بعد البطاقة دي ايه اللي حصل؟ الحكم ما كتبش حاجة في تقريره، اكتفى بفكرة ان هو خد عقوبة داخل الملعب. طيب هنا في حاجتين لازم انت وانت بتتفرج تفكر فيهم لما تيجي تقارن بواقعة الشناوي، اللي هي كمان هنا واضح ان اللاعب كان الانفعال زائد لان القرار كان واضح. طيب هتفكر في حاجتين، ايه هما الحاجتين؟ الاول لو احنا بنتكلم ان الحكم كتب في التقرير زي ما حصل في واقعة الشناوي وبيقال، طيب هنا الحكم كان هيبقى متسق مع ذاته، خدت قرار وكتبته في التقرير، طيب ايه الادعى؟ حكم الساحة في مباراة الاهلي يرى ان الشناوي ارتكب مخالفة فيشهر بطاقة تجاهه ويحط ده يضمنه في تقريره، ولا ان الحكم وهو عنده الفرصة وهو عنده الوقت وهو في الملعب وهو صاحب القرار وهو سيد قراره وحط تحتها مليون خط، ايه اللي عمله؟ ما شافش ان اللعبة تستحق اي حاجة. ايه اللي حصل بعدها؟ بعدها خرج علينا قرار الايقاف لان اعتبروا ان الحكم شاف ان التجاوز حصل في حقه فيستدعي ايقاف 4 مباريات اللاعب. طيب ايه المنطقي اكتر؟ ان الحكم نفسه صاحب الواقعه هو اللي يشوف مدى الواقعه اللي حصلت من اللاعب، ولا حد تاني لغرض تاني يشوف اللعبه زي ما هو عايز عشان الشناوي يتوقف في مرحله مهمه جدا؟ ظلم تحكيمي، حط كمان ايقاف الشناوي مع بعض النتائج اللي بيحصل فيها تخبط، فشوف الصورة كلها هتوصل لموسم 2015، لا ده هتوصل لأسوأ. طيب هنيجي نشوف القرار، اللعبة اللي احنا شفناها في رمضان، لا مش دي بس، هنشوف لعبات تانية كمان. لو رحنا وشوف مباراة الزمالك وأسوان هنشوف فرجاني ساسي ولقطة واضحة جدا، الحكم طارق سامي كم مرة تعرض للعبة زي ما حصل من الشناوي، مع العكس ان اللعبة دي كان فيها تعمد اكتر وكان فيها تعمد ان الحكم مديلك ظهري، مش انا بكلمك، لا ده الحكم مش باصص، انا بحط ايدي عليه وبحاول اوصل له رسالة. طب هل دي كانت جوه اللعبة بس؟ لا ده محمود علاء بعد كده وفرجاني ساسي بيتعرضوا للحكم بشكل مباشر. ننقل للصورة اللي بعدها اهو، طبعا الانفعال واضح والكلام واضح ورياكشن الحكم واضح جدا ان هو في كلام عايز يتقال. هنروح بعدها للحكم وهو محمود علاء حاطط ايده عليه وفرجاني ساسي غالبا يعني مش بيسيء اليه، لا بيوجه ليه نقد قاسي. طيب هنروح بعد كده للعبات تانية معانا، يستمر هنا مصطفى محمد بيشد الحكم من ايده لمحاولة برضو ان هو يكلمه. تخيلوا ان كل الالعاب دي اللي هي اسوأ من واقعة الشناوي ما اتخدش اي قرار تأديبي فيها، هنا لازم واقفة، احنا ما بنهزرش ولا بنهرج، الموضوع مش ان انت جالك مزاج ان انت تطلع قرارات فهتعاقب النادي الاهلي، فين كل دول لو انت بتتكلم ان انت شفت ان ده اساءة، مع ان الشناوي كان بيكلم الحكم، الحكم تقريبا ما سمعوش او بيتحرك فقال له انا بتكلم معاك. طيب انت شفت ان ده غلط، طب فين كل الحالات اللي فاتت دي وكان التقرير فيها عامل ازاي؟ طب نروح لحالات تانية لان مش ده بس اللي معانا، هنتكلم في برضو حالة تانية زي ما نشوف الحالة اللي بعدنا اللي معانا بعد كده ونعلق عليها. هنا برضو دي مباراة بيراميدز والزمالك، المشهد احنا ما عرفناش نجيبه فيديو عشان الحقوق، انتوا لا تتخيلوا اللي كان بيتعرض ليه الحكم من كل اللعيبة بتشد ايد عبد الله جمعة على الحكم،
اللعيبة بعضها بيدفع الحكم، البعض بيتوجه للحكم بشكل مباشر. كل ده يا جماعة ما اتخدش فيه قرار. احنا مش هنقف عند لعبة رمضان بس، فين كل ده؟ فين العقوبات؟ مش كده وبس، هنروح لبعد كده مصطفى محمد في واقعة شهيرة وهو بيمنع محمود عاشور من انه هو مش بس خطأ مركب، ده بيمنعه يشوف اللعبة، بيمنعه يستأنف اللعب، وكمان حاطط ايده على الحكم وبيمنعه من الحركة. كل ده كل ده ما استدعاش قرارات ايقاف، ولكن الشناوي تم ايقافه. هل بيعتقد البعض ان الاهلي مستضعف؟ لا، الاهلي مش مستضعف. اللي اتعرض ده وما اتخذش فيه قرار والشناوي اتخذ فيه قرار، احنا قدام جرم في القرار وجرم في العقوبة. وانا عايز حد يوصف لي الموضوع بشكل غير ده، اديني مبرر، حد يقعد يقنعنا يا جماعة، عشان الرأي العام اللي انتوا زعلانين ان هو منفعل يهدى، حد يقنعنا، حد يفهمنا ايه ملابسات كل ده. طيب عندنا واقعة اسوأ، لو احنا هنتكلم هنفترض مثلا ان انت لجأت للفيديو، عندنا واقعة من امام عاشور وهو بيقوم بالبصق على لاعب آخر في سلوك، يعني أنا بحاول ساعات أنتقي الألفاظ في المشاهد اللي زي دي، لأن ده ما ينفعش يتقال عليه سلوك غير رياضي، ده سلوك غير إنساني وسلوك غير آدمي. والبعض طلع يتكلم عن فكرة اللي شد سماعة خد 6 مباريات، بس اللي أهان إنسان ما توقفش. طب اللي أهان إنسان يا فن وهندسة، طب دي إيه؟ فين الأخلاقيات لو أنت شايف إن إهانة إنسان؟ ولا حاجة، ولا اتخذ أي عقوبة تأديبية. طيب معانا بقى لقطة في الموسم ده، لأن البعض هيجي يقول لأ ده في حالات، يا جماعة بلاش إعلاميا نقيس حالات على حالات. طب إزاي؟ ما أنا عايز معيار في المسابقة. هنيجي بقى الواقع حصلت السنة دي في مباراة سيراميكا، طارق سامي الحكم، ونشوف حصل مع طارق سامي إيه من اللاعب بتاع سيراميكا. مع سموحة طارق الحكم المساعد بيتم دفعه في صدره في لقطة، يعني دي ايه تفسيرها؟ يعني ايه تفسيرها؟ ما اتخدش فيها قرار. كل اللي فات ده انذار داخل الملعب، ما اتخدش عقوب، ما اتخدش ايقاف 4 مباريات، ما طلعش القرار في ثانية بعد البيان بتاع نادي. كل ده بنتكلم فيه ان هو حصل مع لاعب وهو الشناوي، وكل الحالات دي بنطرحها على الرأي العام قدام أي عاقل. أنا عايزك تخلي جمهور النادي الأهلي مستقر إن العقوبة دي يحترمها، عايزك تخلي جمهور النادي الأهلي مستقر إن أنت عندك حسيات. يا إما مش بس فكرة إلغاء العقوبة، ده لازم نطلع نقول إن ده خطأ حصل وإن ما كانش ينفع يحصل لأن هو أجدج الرأي العام. وهنا بقى ده مش عقدة اضطهاد ولا مظلومية، دي دلائل ووثائق بنتكلم بيها. طيب هناخد يعني بريك واحنا شغالين في فكرة ان احنا نهدى بقى شوية ونطمن على أسامة، يمكن انفعال برضو الواحد في القرارات اللي كانت حاصلة. حابب اطمن على أسامة وحابب اطمنكم عليه، وكمان هحاول انكشه كده في اللي بيحصل، يمكن يكون اكثر هدوءا نتيجة ان هو تعبان. ازيك يا اسامة؟ والله العظيم بجد وحشتني وبجد مفتقدك، والف سلامة عليك حبيبي يا فارس. الله يسلمك، كفيت ووفيت، واعتقد عامل شغل جيد جدا ممتاز كمان مع فريق اعداد وبالتوفيق ومنور. حبيبي والله ربنا يخليك يا رب. واعتقد بعد كل الحالات اللي انت طرحتها دي على المدار الفترة الأخيرة سواء مع اللجنة الخماسية أو اللجنة الثلاثية، فبتؤكد إن فعلا القرار فيه مش ظلم، فيه تسرع يعني. بالظبط، في توجه يا أسامة أكيد أنت شايفه تجاه النادي الأهلي، وأكيد شايف إن القرارات اللي حصلت دي كانت مستحقة، والنادي الأهلي بدأ يتحرك بشكل مش تهدئة الجماهير، لا، لأن ده موقف لازم نتضافر فيه كجمهور وإدارة عشان النادي الأهلي ياخد حقوقه. طب يا ابني اطمن عليا الاول. لا، ما انا قلت لك الف سلامه، انا كل شويه اكلمك وانا سايبك تطلعني وحش. الف سلامه عليك يا اسامه، وانا عارف ان فعلا يعني انت قدها وقدود انك تعديها بسرعه. الحمد لله. ان شاء الله الحلقه الجايه تكون موجود هنا، وكالعاده الدويت وباصي وهات وخد الثنائيه دي ما نتحرمش منها، لان هي فعلا بالنسبه لي
حاجة خاصة حتى في حياتي على المستوى الشخصي. حبيبي يا فارس، ربنا يديم دايما الاخوة بينا. حابب بس انا اتكلم بس في نقطة بسيطة، طالما طلبت تعقيب. يعني هم محورين صغيرين جدا، محور فكرة اللي بيحصل مع النادي الاهلي او العقوبة اللي خدها محمد الشناوي، دي عقوبة كانت منتظرة من يوم 27 نوفمبر 2020 بالظبط. بكل تأكيد يعني هي الفكرة كلها عبارة عن محاولة رفع الضغوط. يمكن أنا وأنت كنا في البرنامج وقلنا ما عندناش أدنى مشكلة إننا نرفع الضغوط عن نادي الزمالك والمساعدات اللي تمت من اتحاد الكرة، وإن إحنا بنساهم في ده، واستشهدنا كمان بكابتن أمير توفيق. لكن للأسف فكرة رفع الضغوط عن نادي الزمالك فقط لا غير مش كافية، فبالتالي نضع ضغوط على النادي الأهلي، وخاصة كمان ضغوط إعلامية. ويمكن قبل كده استعرضنا الكابتن مدحت شلبي وبيتكلم رمضان صبحي، لو انت في النادي بالزبط. الاهلي ما كانش ده حصل معاك بالظبط. النهارده انت بتستعرض صوره واضحه جدا لرمضان صبحي ما خدش عليه اي عقوبه برغم في تقرير الحكم، وما فيش عقوبه وعقوبه موجوده على الشناوي برغم عدم وجود تقرير الحكم. صحيح. فدي نقطه واضحه جدا من الاعلام. المحور الثاني، وده اللي انا بخشى دايما، هي فكره انا مش هنرجع للسيناريو ان شاء الله 2014 2015 شهر. احنا راجعين لسيناريو مايو 2019، ثاني تحديدا مايو 2019، لما بيبقى المسؤول عن إدارة اللعبة بيضع نفسه منافس مع الأندية المتنافسة على تحقيق البطولة. هي دي الأزمة، هي دي الأزمة اللي احنا ممكن نواجهها في أزمة محمد الشناوي. أتمنى ده ما يحصلش، وأتمنى من جماهير النادي الأهلي إنها تبقى عارفة لو بتوجه ضغط توجهه فين. جماهير النادي الأهلي لازم تكون مساندة لموقف إدارة النادي الأهلي واللاعب النادي الأهلي، وإن شاء الله زي ما أنت قلت النادي الأهلي مش مستضعف ولن يكون مستضعف، والنادي الاهلي قادر جدا على الحفاظ على حقوقه. اكيد يا اسامه، صوت لصوتك، وبطالب برفع العقوبه عن محمد الشناوي اسوا بما حدث مع رمضان صبحي. مش عايز اطول عليك اكتر من كده يا فارس. لا ده انا هستناك بعد الفاصل تيجي تكمل معايا هنا. اشوفك على خير ان شاء الله يا اسامه، والف سلامه، وبشكرك جدا. متألق ومستمتع بيك. حبيبي يا اسامه، ربنا يخليك واشوفك على خير ان شاء الله. طبعا كان لازم نطمن على أسامة، وحبيت برضو أفوقه كده برضو معانا. ولازم بقى نروح لزي ما قلنا البنك الأهلي ومباراة البنك الأهلي والحالات اللي كانت فيها، لأن البنك الأهلي كمان أحداث الشناوي يا جماعة ما ينفعش تخلينا نروح عن حالة حصلت في مباراة هي محتاجة فعلا وقفة، لأن كواليس كمان تحليل التحكيم في المباراة دي كان غير أي كواليس تحكيمية شفناها قبل كده. حالة البنك الأهلي هنطلع ونسمع رأي الخبير أحمد الشناوي فيها، عشان عندنا تعقيب مختلف جدا عن رأيه في اللعبة. نطلع ونسمع الفيديو. الهدف طبعا اللي تم إلغائه هو ألغي طبقا للقانون وليس طبقا لرأي حد تاني. اللعبة واضحة، لكن يعني ممكن أنا ممكن ما شفتهاش، كنت شايفها لكن في الإعادة وشفتها والحاجات دي كلها قدمها حكم الفار بتقنع إن في حالة من الوسب. ده الحكم كونه لما يرجع لتقنية الفار ويغير من قراره معناها انه شاف شيء. حضرتك شايف انه في فاول وان قرار حكم المباراة صحيح. كم هنا بقى الايد، ايد اللاعب بالشكل ده، يا ريت هتشوفوها يعني لما تقولي بص ايد اللاعب بقى نمشي. أيوة. بص ايد اللاعب، ايده جنبه عاملة كده، يعاقب ازاي؟ يعاقب ازاي؟ دي هي ده طبقا لقانون، ايده ملاصقة ليه وعاملة اتاتشنج، ما فيش حاجة، يبقى لا تحتسب لمسة. دي الحالة اللي تقريبا كابتن أحمد الشناوي حط نفسه فيها في مأزق. شفنا رأي كتير جدا من الحكام سواء مصريين أو عرب أو حتى أجانب في اللعبة، وهنستعرض آراء. ولكن حابب أقف عند حاجة تانية. كابتن أحمد الشناوي هنا مش هو محلل التحكيم، هنا كابتن أحمد الشناوي الأب هو اللي بيحلل. ده تحليل كابتن احمد الشناوي الاب لابنه وهو حكم الفار. طب احنا حابين نروح نشوف كابتن احمد الشناوي الاب بيفكر ازاي في علاقته بابنه تحكيميا في فيديو بيعرض بشكل مهم جدا ان احنا نفهم كواليس التعليق على القرار ده. نطلع ونشوف الفيديو ونرجع نعلق. كابتن احمد، انت لو رئيس لجنه الحكام، هو مين اللي بيشكل لجنه الحكام؟ الاتحاد. لا. يعني رئيس اللجنه بيشجيب، يعني الاتحاد بيختار رئيس وبيقول له شجيب لجنه، وانا بقعد كرئيس لجنه بشكل الاعضاء معايا وبختار دول. حضرتك اللي بتجيب. اه انت طبعا. بتجيب. اه طبعا. طيب خلاص، انت 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 هذه الفكره مؤمن بيها، ما تجيبش حد يكون له ابن او اخ او قريب في التحكيم.
ولكن بإصدار القرار أعتقد أن الكلام ده حالة غريبة، قرار غريب لم يحدث في تاريخ الرياضة، لم يحدث في تاريخ أي شيء. أنا أتمنى أنه هذا الكلام بقى لو إحنا هنطبقه يبقى يطبق على الجميع. يعني أنا عايز أقول أن موضوع عشان برفع يعني الحرج عن حضرتك. لا ما أنا مش هي مسألة الحرج، أنا عايز أقول إيه، هو أنت النهاردة بتبعدني ولا بتبعد ابني؟ بيبعدك أنت. بيبعدني أنا خلاص، بس أهم حاجة ابني ياخد حقه. لا بس خلي بالك يعني ما بقاش ان مش تضحية يعني. بس خلي بالك. طيب هنا القصة دي ايه؟ القصة ان اتاخد قرار ان الذين لهم اقارب او ناس على صلة في التحكيم من الحكام الحاليين ما يكونوش موجودين داخل اللجان درءا للشبهات والاسباب كتيرة جدا. كابتن احمد الشناوي كابتن سمير عثمان بيقول له انا برفع عنك الحرج، فكانت الفكرة بتاعة كابتن أحمد الشناوي حاجة مختلفة تماما، وهو قال له أنت بترفع عني حرج إيه، واتكلم في الموضوع أن ابنه عنده مسيرته يمكن أهم منه هو شخصيا، وقال له ده ابني. طيب شعور أبوي رائع جدا، ولكن القاضي اللي بالمشاعر دي لما بيكون عنده حالة زي دي بيتنحى. حضرتك ما عملتش ده، انت شايف ابنك مسيرته اهم من انك تكون موجود في اي منصب تحكيميا. طب هل الاب اللي شايف ده لما يكون بيحلل واقعه زي واقعه ايمن اشرف هيشوف ان ابنه اللي غير قرار حكم الساحه اخطا، ولا هيوجه ان بشكل ابوي ان ابنه كان قراره صحيح؟ ده اللي حصل من كابتن احمد الشناوي، واللي انا في رايي ان هو كان لازم يعتذر عن تحليل المباراه لأنه هو وضع نفسه في مأزق، والفيديو ده بين للناس ليه التحليل كان طالع بالشكل ده وفهمنا بشكل واضح. طيب نروح ونشوف الحكام الآخرين تناولوا الواقعة ازاي عشان نفهم ان حقيقة الواقعة بعيدا عن الأهواء والمشاعر الأبوية كانت ايه. نطلع ونشوف كابتن سمير عثمان. الهدف رأيك فيه ايه؟ انا لو حكم مباراة هحسب الهدف ومش هرجع للدار. دي ده داخل على السخان انت كده على طول. اصل احنا نجيب اللقطه ونعيدها. حكم مباراه النهارده حسب الهدف صح؟ اه. طب كان قريب كام يارده من الهدف؟ كان حوالي 7 يارده. طب اسال حضرتك سؤال يا كابتن، حضرتك حكم وحسبت والفار قال لك فاول، تعمل ايه؟ تمام، مش هروح للفار خلاص اصلا. انا شايف اه، انا شايف الفار يا كابتن البروتوكول بتاعه كلنا عارفينه. طب فلسفته ايه؟ فلسفه الفار ان بينادينا على الكور الواضحه اللي انا ما شفتهاش. ميدو سلامه يبعد عن الكوره 10 ياردات. طب انت حسبت لي، بص ميز ما فيش اي زاويه رؤيه، بص هو ايده بتعمل ايه كمان، بص الحكم بيعمل ايه، شايف ايده بيقول لك ايه، ايده بتعمل ايه، البادي لانجوج بيقول لك ما فيش حاجه صح. انت شايف معايا ولا لا؟ تمام. اللقطه اللي موجوده في الملعب ومكان حكم المباراه تخلينا نقول ان في هدف. طيب لو انا بلعب من غير فار ولو انا الحكم في المباراه ولو المباراه ما فيهاش فار هدف ومفيش حد هيعترض، وانا بلعب بالفار يبقى لازم يتوفر ليا اللقطه اللي تقول ان في مخالفه ارتكبت قبل تسجيل الهدف. بقالي 3 ساعات قدامي الحاله وبدور على اي لقطه عشان اثبت فيها شيء قد يكون موجود، ولكن للاسف الشديد مفيش لقطه تقدر تثبت لنا ده. أنا في الحالة دي عندي قرار اتخذ في الملعب وما عنديش ما يثبت عكس هذا القرار. هل في أي قناعة أو اعتقاد عند أي إنسان إن الحكمين دول اتفقوا في حتة فنية جدا، وهو إنك أنت كحكم أقرب لأي حد من اللعبة، أقرب حتى من الفار وأقرب من الإعادات، أنت شايف الكورة بسرعتها الطبيعية واللعبة بوضعها الطبيعي، فما كانش مفترض أساسا إن أنت ترجع للفار. هي دي الفكرة المهمة جدا، وعشان كده احنا بنتكلم في ان رأي كابتن احمد الشناوي ما كانش ليه اي نسق منطقي ولا مفهوم بالنسبة لنا. بس حابين نقول ان البعض قال ان لا اصل كابتن ياسر عبد الرؤوف قال ان هي كانت مفترض ان الهدف يلغى. طب كابتن ياسر عبد الرؤوف في لعبة كان فيها واقعة الوسب مختلفة تماما، واللاعب أساسا وصل لمرحلة من الجنب ما كانش ممكن يوصل ليها غير بوسبة زي دي في واقعة الونش في حرس الحدود، كان رأيه إيه؟ نطلع ونسمع.
لان الواضح قدامنا الشكل العام بتاع اللعبه ان في مدافع قفز على المهاجم فكان يبقى طبيعي جدا ان القرار يبقى ركله جزاء. ولكن هنا مين السبب في المخالفه؟ السبب المهاجم. في المخالفه هنا هو المهاجم. هو اللي بلغتنا احنا دخل تحت المدافع. فبالتالي بلنا ايش ده حصل ايقاف للعب وتم استدعاء محمود ناجي لحكم الفار. كابتن ياسر عبد الرؤوف كان رايه الفني وقتها ان اللاعب هو اللي دخل نفسه تحت الونش. اعتقد كابتن ياسر عبد الرؤوف لو عنده اي تناقض في الواقعه دي هي محتاجه جزء كبير جدا من الفلسفه وحساب المثلثات عشان خاطر يقنع الناس ان هو هيكون قراره متناقض في اللعبتين. طيب هنيجي بقى لحكم اجنبي، بس مش هو كمان المشكله، كابتن احمد حسام ميدو. وعلى فكره عايزين نديله حقه في حاجه، لان تجربته هي انا ارى ان هي تجربه اعلاميه مختلفه، وعلى فكره فيها حاجات احنا بنستمتع بيها. حتى لما وجهنا له المره اللي فاتت نقد كان في جزء مهم جدا عندنا حق فيه. لما انت يا كابتن احمد حسام ميدو طلعت وقلت رايك في لعبتين انبي، قلنا ان رايك ده غلط، وانت دايما بتصدر احكام متسرعه في لقطه التحكيم وترجع تعتذر عنها وترجع تلاقيها غلط، فمفترض ان انت تهدي ده شويه. كابتن احمد حسام ما تعلمش الدرس، ولكن افتكروا معانا بقى عملنا حاجه هنا احنا بنذكرها لنفسنا، ان احنا قلنا له فين ديرموت جالاجر الحكم الاجنبي اللي بيجي، وعلى فكره يا فقره رائعه، فينه من لعبتين انبي، عشان كنا واثقين انك كنت هتبقى غلط، ما جبتوش. طيب عملت ده بعدها في وقعة أيمن أشرف، قلت في تويتين إيه؟ نعرض التغريدتين. قلت يا جماعة الكورة فاول ما فيهاش كلام، قرار صحيح من الفار وحكم المباراة بإلغاء هدف الأهلي، مفيش حاجة في الكورة بالعافية، إحنا برضو اللي بالعافية. كابتن الشناوي أخيرا خد حبوب الشجاعة. طيب يعني كابتن ميدو لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، لا دي التالتة، ونتمنى تكون التالتة تابتة. يعني حصل قبل كده انت حالات كان لك رأي فيها ورجعت قلت انا بعتذر. طيب نشوف الاول جالاجر قال ايه عن اللعبة عشان بعد كده نعرف كابتن ميدو ازاي دايما بيكون رأيه خطأ تحكيميا، ونتمنى بس يعني ايه واحدة واحدة قبل ما نقول ارائنا التحكيمية نطلع ونشوف جالاجر قال ايه. انا سألته عن الـ عن الـ عن الهدف اللي تم الغائه، والراجل قال لي ان هو متفاجئ ومش مصدق ان الحكم لغى الجول، بيقول ان الكره جول 100%، بيقول ان 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 ذا فورورد يعني عنده المهاجم اللي هو في الحاله دي ايمن اشرف عنده كل الحق ان هو يروح للكوره. انا عن نفسي كنت انا شايفها مش جول. هو بيقول ان هو دخل في ارجمنت مع الان شيرر الاسبوع اللي فات في في في, في الاستوديو في انجلترا، فهدف برضه مماثل على ماجواير، وآلان شيرر كان بيقول ان هي فاول وهو قال ان هي مش فاول، فهو بيقول ان الجول بتاع النادي الاهلي جول 100%، وهو متفاجئ ان الكره او الحكم راح للفي ار ولغى الجول. يعني الحكم والمحلل متفاجئ ان الحكم راح للفار، ما لو عرف التويتات اللي انت كاتبها هيتفاجئ اكتر ولا لا؟ بس في نقطة بقى هنا تانية في كلامك، وكالعادة بتخالف معيارك، وهو ان رغم ان جالاجر قال ان اللعبة كانت هدف صحيح ومفترض حكم الساحة ما يرجعش للفار، كنت انت برضو متمسك بفكرة بس انا شايفها جول. طب هو ده اصلا المعيار اللي انت حطيته لنفسك ولمشاهديك داخل البرنامج؟ نطلع ونشوف كابتن ميدو وهو بيتكلم وبيعتذر للحكم ابراهيم نور الدين عن شيء مماثل، نشوف الفيديو. يبقى انا بعتذر لابراهيم نور الدين لان انا هاجمت ابراهيم نور الدين بشكل كبير جدا على قراره ان هو راح للفار وما حسب الكره مش ما حسبهاش بينالتي، وانا طلعت هاجمته بشكل كبير جدا، لكن انا راجل مش بتاع تحكيم، انا على تويتر بقول رايي. الراجل ديرموت بيقول ان قرار ابراهيم نور الدين كان قرار صحيح 100%، وان هو مستغرب ان الفار اصلا ندهله ان هو يبص على الكوره، هو شايف there is no enough contact، يعني مفيش التحام كافي في الكوره، وان هو شايف ان ابراهيم نور الدين كان صح ان هو ما يحتسبش الكوره ضربه جزاء.
زي ما انا طلعت عجنت ابراهيم نور الدين بقول لك بعتذر لك انا اسف انا مش حكم مية مية. انت صح انا غلط. على فكره احنا مش بنعيد الفيديو ده برضو نفس الفكره ان الحكم كان قراره هو صح واندهاش من جالاجر وميدو هنا هو اللي خالف معياره. أول مرة كان بيتكلم في فكرة أنا مش حكم وقال حاجة مهمة جدا أنا على تويتر بقول رأيي وممكن أتقبل ده إن كابتن ميدو في مساحة شخصية على تويتر بيقول رأيه ولكن داخل البرنامج البرنامج ده مساحة خاصة بالقناة اللي بيقدم فيها البرنامج ولكل المشاهدين فهو قال أنا بعتذر أنا ما بقولش رأيي أنت الحكم أنا مش حكم أنا غلط. طب المرة دي بعد الرأي بتاع جالاجر والمرة الثالثة كابتن أحمد حسام ميدو بيصر على أنه هو برضو يقول رأيه اللي بيطلع غلط قال أنا برضو شايف أن الكرة مش هدف. أتمنى يا كابتن ميدو توحد معيارك لأن الحتة دي بتخونك كتير جدا وبيبقى فيه تناقضات صارخة مع أن زي ما قلنا في حاجات في البرنامج إحنا شخصيا بنستمتع بيها ولكن حقوق النادي الأهلي أهم بالنسبة لنا من أي حاجة. نطلع فاصل ونرجع لفقرة الريمونتادا نشوفكم بعد الفاصل. فقرات الأهلي خط أحمر لا تفقد أبدا سخونتها وعشان كده هنبدأ ريمونتادا. صديق البرنامج الذي يرى أنه خط أسود كابتن رضا عبد العال كان له رأي في كيفية حسم النادي الأهلي للدوري. تعالوا نشوف رأيه ونرجع نعقب. الأهلي ياخد الدوري بدون أي مشاكل. بدون أي منافسة؟ أي منافسة، هي المنافسة تبقى بين بيراميدز والزمالك على المركز الثاني، وأنا بقول لك الكلام ده أيوه. يعني كلاكيت تاني مرة نفس السيناريو السنة اللي فاتت هيبقى سيناريو السنة دي. بالظبط كده، لأن في حاجات كتيرة، يعني ناس جماهير الزمالك زعلانة مني، بتقول لي إزاي ما الزمالك بيكسب، ماشي. طب أنت هتروح إسماعيلية، الأهلي مش هيروح إسماعيلية. النهارده بيراميدز لما لعب وكسب النهارده 3 مش راح الشرطه اتحاد الشرطه وخسر 2 بونت الاهلي هيروح الزمالك؟ لا مش هيروح. يبقى مفيش عداله. احنا عايزين العداله دي عشان نحس بالدوري يا مهيب. يعني لازم 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 على اتحاد الكره كان يوفر 10 ملاعب يتلعب عليه كله عشان ما تقولش ايه انا مش هروح الفيوم انا مش هروح المحله انا مش هروح بورسعيد انا مش هروح اسماعيليه. 10 ماتشات 10 ملاعب للفرق كلها والدوري يتلعب عليه. والله لو ركزت مع طنطا شويه ربنا هيكرمك. بس نسيبنا من موضوع طنطا ده ونروح بقى للي يخصنا احنا. نفسي كده تجيب بورد تكتب عليه نادي المصري ونادي الاسماعيلي ما بيلعبوش في الاسماعيليه وما بيلعبوش في بورسعيد بيروحوا يلعبوا في برج العرب. تحفظ يعني حاول تكتب وتحفظ. رقم 2 نادي الاسماعيلي لسه خسران من المقاولين في الاسماعيليه. رقم 3 تعالى بقى لنادي الزمالك المنافس على الدوري اللي انت بتقول لجمهور الزمالك مش هياخد الدوري عشان اصل النادي الاهلي مش هيروح الاسماعيليه. يا كابتن رضا نادي الزمالك كان عنده مباراه مع اسوان. استاد اسوان مش جاهز لاستقبال المباراه نتيجه اشياء تخص تقنيه الفار. نفس مشهد مباراه المحله بغض النظر عن كواليس الاسباب اللي النادي الاهلي لانه عمل صفقه لا يمكن تحصل ان النادي الاهلي جه اتفق مع المحله ان لان استادك مش جاهز انا هبدل المباراتين وهلعب المباراه الاولى على استادي كانها بتاعت انت والمباراه الثانيه تتلعب في المحله. متخيل النادي الاهلي عمل ايه؟ في نادي بيعمل كده؟ على الجانب الاخر نادي الزمالك ما عملش كده مع اسوان. نادي الزمالك ما قالش لاسوان استادك مش جاهز لا تعالى نبدل هنلعب المباراه دي نعتبرها بتاعتي واروح العب في اسوان الدور الثاني. لا ما صدقنا جت من عند ربنا. وطبعا الاعلام اللي انت بتاخد من وراه اللي هو دايما بيتكلم في فكره اصل ما بيلعبوش في المحل اصلا مش هيتكلم مش هينطق هيختفي كعادته في المواقف دي اللي ما بيقدرش يتكلم فيها لان هو دايما فاقد المنطق. ولكن تعالى بقى نوثق لك موقف الاهلي المشرف مع نادي المحله اللي اتكلم فيه استاذ حسام عزو مسؤول النادي المحله وقال ايه عن موقف النادي الاهلي اللي بنوثقه تاريخيا لجمهور النادي الاهلي عشان يعرف ان النادي الاهلي عمره ما كانت مشكلته ملاعب. نشوف الفيديو.
تاني تشرح لنا قصة مباراتكم مع النادي الأهلي. تمام يا فندم. هو الوضع بالضبط احنا كان يوم ماتش الأهلي كانت لجنة المسابقات مستعجلانة على التقرير الأمني. للأسف كان الشرطات الأمنية مش كاملة. أيوة. فتواصلنا مع النادي الأهلي ولجنة المسابقات واتفقنا ان شاء الله يبقى الدور الاول في الاهلي والدور الثاني عندنا ان شاء الله، وبالفعل وافقوا الحمد لله. يعني النادي الاهلي لم يطلب تغيير مكان المباراه؟ لا يا فندم، لا لا, لا خالص، بالعكس احنا اللي طلبنا. يعني احنا كنادي غازي المحله حضرتك اللي طلبنا ان احنا نلعب الماتش الاول في القاهره والاهلي ما تاخرش، والاهلي رحب فعلا بال، لانه كان في غضب جماهير الحقيقه، الناس كانت متخيله النادي الاهلي ضغط عشان كده. لا يا فندم، احنا طلعنا وبينت الحقيقه في الموضوع ده كله، اتكلمت في كذا برنامج وبينت الحقيقه كلها ان احنا طلبنا عشان الشرطات الامنيه. طيب والحمد لله كملت دلوقتي وان شاء الله نعرف ملعبنا ان شاء الله. يعني مباراتك القادمه امام طلائع الجيش باذن الله بكره الجمعه تكون في ملعبك؟ لكن عندنا لجنه امنيه امبارح وخدنا الموافقه يا كابتن الحمد لله. فهمت؟ اتعلمت ولا لسه؟ ده النادي الاهلي وده غيره من الانديه اللي بتستغل الظرف، انما النادي الاهلي عمره ما استغل الظرف. ورحنا لعبنا في استاد الماكس مع النادي، مع نادي البنك الاهلي اللي هو القاهري، وما اتكلمناش لانه جاب موافقه الملعب، خلاص حقه. النادي الاهلي ما اعترضش، ومدير الكره طلع قال احنا عندنا معيار واحد بنطبقه مع الجميع. كابتن رضا افهم ان النادي الاهلي مع بدايه مسابقه الدوري بطل 9 مواسم متتاليه، النادي الاهلي مش قصة ملعب هي اللي هتحسم له البطولة، دي جينات انت دخلت ولعبت في النادي الاهلي وكنت عارفها كويس. خلصنا كابتن رضا وحنروح لواحد تاني ما كانش من ضيوفنا الدائمين وما كانش في خريطة الاهلي خط احمر، ولكن هو اللي جاء. اسلام صادق، كنا الحلقة اللي فاتت بنتكلم، ما كانش هو الهدف من الفقرة، ولكن كنا بنتكلم في فكرة ان النادي الاهلي بياخد موقف محترم فيما يخص عدم التفاوض مع لاعبي الزمالك على لسان مدير التعاقدات عنده وبشكل رسمي من النادي الاهلي، وقلنا ان الاعلام على المستوى الاخر اسلام صادق وغيره كان بشكل عام بيصدر ازمات للنادي الاهلي ونادي الزمالك وبيخلق تعصب، بان رغم تصريح النادي الاهلي طالع بيقول النادي الاهلي بيكلم اوباما وزيزو وغيرهم وغيرهم وغيرهم، وقلنا ان ده غلط وإن ده بيخلق تعصب بين الجماهير مع إن الناديين مش محتاجين ده، وبنرجع البعض يتهم غيرهم بالتعصب. كان رد إسلام صادق غريب جدا، فحبينا نوجه له رسالة أو يمكن درس النهاردة، وهي حاجة بسيطة كده نتمنى يفتكرها. نطلع ونشوف الأول هو قال إيه. خلي بالك لما بنقول لك على مفاوضات، المفاوضات ممكن تتم بشكل كبير او بتكون وقت ما احنا بنقول بيكون في مفاوضات، وبنكون متاكدين جدا من الاخبار اللي بنقولها، يعني ملناش بقى علاقه بان ممكن حد يطلع يشكك عشان مصالح معينه. زي ما قلت لك قبل كده ده مش في دماغنا. برامج معينه في قنوات معينه برضو ليها اهداف معينه، سواء تابعين للاهلي تابعين للزمالك، كل الكلام دوت ما بيكونش في دماغنا. برامج يعني ممكن يكون حد بيسترزق من مكان معين فبنسيبه يعني يقول اللي يقوله، وضربت لكم اكتر من مثال وبيطلع كلامنا صح في الاخر. مش عايز اقعد اكرر الكلام، يعني رمضان صبحي وصالح جمعه ويوسف اوباما وعدد من اللاعبين اللي احنا اتكلمنا عليهم قبل كده. طيب كان معانا فيديو تاني بس عشان الوقت راح بعدها لفكره ما يهمناش، فكره خط احمر وخط اسود، ودخل في قصه الالوان، ولكن احنا بقى بنتكلم في رساله واضحه، احنا فعلا ما يهمناش فكره صحفي او برنامج او ايا كان، احنا بنناقش قضيه. ايه اللي بيعمله اسلام صادق؟ ببساطه كل موسم انتقالات زي ناس كتير جدا بتعمل على السوشيال ميديا، بقول 20 30 40 واحد ان في مفاوضات ما بينهم وما بين النادي الاهلي. والله لطشنا واحد بالصدفه هطلع واقول ان النادي الاهلي شفته، انا قلت لكم وانا قلت السبق وانا مصادري موثوق فيها. طب ال 30 40 صفقه اللي تقال عليهم ما حصلوش؟ هقول ان ده انا كنت بقول بس مفاوضات. هنروح لشقين ونبين لكم نموذج على ده، بس كمان عايزين نعرف ان الشخص اللي دايما بيصدر ازمات للنادي الاهلي
هو رأيه إيه في قضايا مهمة تخص النادي الأهلي، وهل هو موضوعي ولا لا. نشوف رأي إسلام صادق في قضية القرن. لا لا زي بالظبط نغمت نادي القرن. لا بالظبط هي مالها نغمت نادي القرن؟ لا هو الأهلي مش نادي القرن، دي حاجة تانية. الأرقام بتقول يعني الاختيارات بتقول ده حرص مستقي، ده حرص مستقي يعني. بص لا ده حرص مستقي من 2001 ازاي الأهلي نادي القرن؟ أنا مالهاش علاقة. لا من 16 سنة هاني من 16 سنة أعلى الاتحاد الدولي إن نادي الزمالك هو نادي القرن. إسلام إسلام بص إسلام أنا أرجوك لما تحب تتكلم حاجة تتكلم بهذه الله. أنا بقول لك أنا بقول لك أنا بقول لك 16 سنة نادي الزمالك يا اسلام انت حد دوم عيل بناء على الاهلي طيب ما عليه ما عليه ننتقل نكمل النقطه. هو نفس المنهج المعمول بيه عنده في كل القضايا. النادي الاهلي مش نادي القرن. ليه هتقعد تقول بقى اسس وضوابط وتتكلم او تتناقش نقاش موضوعي؟ لا اصل الاتحاد الدولي اعلن في سنه 2000 ان النادي الاهلي مش نادي القرن. ازاي ده بناء على ايه واستنادا لايه؟ طبعا مفيش معلومات مرسلة كالعادة، هي فكرة إن انتمائي بيغلب عليا فأنا مش قادر أشوف إن النادي الأهلي نادي القرن. حتى لو شرحنا المعايير والنقاط التراكمية وشرحنا أي حاجة مش هيشوف، لأن هو عنده توجه معين. مش ده وبس، نروح كمان ونشوف رأيه في فكرة الأهلي بمن حضر ورؤيته المبعدية. نطلع ونشوف الفيديو. للأسف فكرة ان انت لما تصدق نفسك احيانا من بالشعارات الوهمية اللي بيتم اطلاقها، الاهلي بمن حضر، الاهلي فوق الجميع، الاهلي مش عارف ايه، الاهلي فوق الجميع، دي ليه شعارات وهمية؟ لا هي شعار وهمي، شعار وهمي هو الكلام انه الاهلي لازم نعلي مصلحة الاهلي فوقنا كافراد، ده كلام المسؤولين يعني ما بيحصلش وقت الانتخابات. بمعنى ايه؟ يعني الانتخابات اللي فاتت يعني اظهرت ان كانت الاهلي فوق الجميع ولا المصلحه الخاصه فوق الجميع. طيب والاهلي بمن حضر مش فعلا الاهلي اثبت في فترات كبيره جدا ان مع رحيل لاعبين بيستمر؟ مش بتكلم على قصه عبد الله السعيد دلوقتي اللي واضح ان هي اثرت سلبا؟ بص حضرتك احنا يعني لما رحل عبد الله السعيد قلنا لك ان الاهلي هيتاثر والناس انتقدتنا وبعض طبعا وليهم الحق جمهور النادي الاهلي وجمهور نادي الزمالك، مش عايز كلمه سلبيه على فريقه، ده طبيعي الواحد بيقدر دوت، لكن قلنا لك ان الاهلي سيتاثر فنيا برحيل عبد الله السعيد، واتقال لك وقتها ان النادي الاهلي بمن حضر، واعتقد البعض ان خطا ان الفوز الوهم اللي كان بيتحقق دون اداء مميز خاص بيه اتعودنا عليه من النادي الاهلي، الجمعيه في الاداء، التاثير الكبير اللي تركه عبد الله السعيد الناس ما صدقتش الا مع مرور الوقت. بقى الاهلي فوق الجميع شعار وهمي، رغم انه قال لك ان النادي الاهلي فوق مصلحه ابنائه، قلت له شعار وهمي عشان الانتخابات. النادي الاهلي ده اللي اي حد بينجح فيه هو اللي بيشكر اللي قبله، اللي الكابتن محمود الخطيب في كل رساله كان بيبقى حريص يوجه الشكر للمهندس محمود طاهر، اللي المهندس محمود طاهر بعد عدم توفيقه في الانتخابات اعلن ان هو بيتمنى التوفيق للمجلس الحالي وان هو يتمنى نجاح النادي الاهلي. ما شفناش ناس بتضرب بعض داخل النادي زي ما حصل في بعض الانديه، ما شفناش ناس بترفع قضايا على بعض وبتسيء لبعض وبتسيء للنادي، ويتقال ان بنقعد سنين في المحاكم نتيجه الصراع على الكراسي. عرفت يعني ايه النادي الاهلي فوق الجميع؟ النادي الاهلي فوق الجميع. انت مش هتعرف ده ولا تحسه لان انت ما تشرفتش بفكرة ان انت تكون اهلاوي. اما رؤيتك التحليلية العبقرية في عبد الله السعيد، ان اعتقدوا واهمين ان بعد رحيل عبد الله السعيد نتيجة اداء في ماتشين ان هياخدوا بطولات وان القصة هتمشي، ولكن قلنا ان مفيش حاجة اسمها الاهلي بمن حضر. لا، الاهلي بمن حضر، والنادي الاهلي هو اللي حقق بطولات وهو اللي ماشي في مسيرته وهو اللي لعب 2 فاينل افريقيا ولعب بعدها بطوله افريقيا اللي حققها الاخيره وحقق الثلاثيه. النادي الاهلي اللي كل يوم بيكتب مجد جديد وكل يوم بيكتب بطوله جديده، في الوقت اللي عبد الله السعيد من ساعه خروجه من النادي الاهلي صفر بطولات. الاهلي بمن حضر عشان النادي الاهلي هو اللي بيضيف لاي تيشرت بتاع لاعب، وهو اللي التيشرت بتاعه هو اللي بيضيف لاي حد. النادي الاهلي بمن حضر وفوق الجميع،
معاني وحاجات صعب جدا تفهمها، والحمد لله ان انت مش قادر تفهمها. هنروح بقى بعد كده لفكرة الأخبار. المهتم بالكرة العالمية بيلاقي بعض الصحف وبعض الصحفيين مشهورين على مستوى العالم في فكرة الترانسفير ماركت، ويبدأوا يتكلموا البريدكشن بتاعة الترانسفير ماركت، زي ان انت بتتكلم لو عندك 6 لعيبة او 7 لعيبة بترشحهم وبتقول ان ده هيروح هنا وده هيروح هنا، غالبا مصداقيتك بتكون دايما مرتبطة بين 5-6 بيتحققوا. هنشوف لو طبقنا المعيار ده على الصحفي الشاطر اسلام صادق حقق كام مرة اخبار صحيحة. نطلع ونشوف اول فيديو. انا باكد لكم ان محمود عبد المنعم كهربا في النادي الاهلي الموسم المقبل باذن الله، من خلال جلسة اللاعب يعني اكد لطارق العشري المدير الفني لامبي برغبته في الانتقال للاهلي الموسم المقبل. محمود عبد المنعم كهربا من المفترض ان هيعقد جلسه مع وائل جمعه مدير الكره وعلاء عبد الصادق رئيس جهاز الكره بالنادي الاهلي لإتمام المفاوضات. اللاعب مرتبط بعقد مع نادي إمبي لمدة موسم قادم. عمل جزء اللي هو بيعمله على طول، إن في مفاوضات وفي جلسات وبتاع، عشان لو ما حصلش بعد كده يكون المفاوضات يقول ما وفقتش اختلفوا. إنما هو قال بأكد لكم إن كهربا الموسم الجاي في النادي الأهلي وهو في إمبي. هل ده حصل؟ لا. هي دي الفكرة، كالعادة طول الوقت 100 خبر 100 صفقة 100 معلومة ما فهمش حاجة صح. بس مش ده بس، تعالوا نشوف شروة اللعيبة اللي إسلام صادق اتكلم عنهم قبل كده. نطلع ونشوف الفيديو. النادي الأهلي لما تيجي تبص على مفاوضات النادي الأهلي مع اللاعبين هتلاقي إن النادي الأهلي بيفاوض محمد أشرف لاعب الوسط المدافع في طلائع الجيش، ومحمود حمدي الظهير المساك في طلائع الجيش، ايضا رجب نبيل لاعب دجله، صلاح ريكو مهاجم اتحاد الشرطه، رامي ربيعه، احمد حسن مكي، ابراهيم عبد الخالق، وده نفس الاسماء اللي نادي الزمالك يعني بيفاوضها. تقريبا ولا واحد جه من دول، انت متخيل؟ ولو كان باستثناء ربيعه حد جه كان هو اللي هيطلع يقول شفتوا كام صفقة قلت إن النادي الأهلي بيفاوضها واتكلمت على المفاوضات وحصلت. هي دي لعبة إسلام صادق ببساطة. على فكرة كان عندنا أكتر من 20 فيديو ليك في حاجات زي دي، غير أخبار كتير جدا هتحطك في حرج. عشان كده فكرة الأهلي خط أحمر أو الأهلي خط أسود اللي أنت قلتها، الموضوع زي ما قلنا مش بالألوان، الموضوع بالمهنية وبالمنطق، وبإن المشاهد اللي قاعد قدامي ده يحترم كلامك، لأن أنت بتتكلم بوثائق وحقائق، مش فكرة إدي واللي يطلع صح صح واللي يطلع غلط غلط. وكالعادة كل واحد لازم يعرف إن في إعلام في النادي الأهلي مش هيسمح إن يتم فيه تجاوز ضد النادي الأهلي أو كذب على النادي الأهلي. نروح بقى لحاجة أخيرة معانا النهاردة، وهي فكرة الكل بيتكلم فيها الفترة الماضية. طيب نادي الزمالك لعيبة عنده بيجيلها عروض، شأن لا يخص النادي الأهلي، وأكيد ما شفتناش علقنا فيه خالص قبل كده لأنه لا يعنينا من قريب أو بعيد. طب لما نلاقي إن الكلام بدأ يوجه تجاه النادي الأهلي في الوقت اللي النادي الأهلي بيتعامل فيه في شيء مثالي جدا، حتى قاله كابتن فاروق جعفر مؤخرا، قال النادي الأهلي ساعدنا لأن الرمز محمود الخطيب موجود في تجديد بعض اللاعبين، لأنه هو ما كانش بيفاوضهم بأي شكل من الأشكال، فده خلى اللاعب اللي بيعمل فكرة أصل الأهلي بيفاوضني ما قدرش يعملها. تعال بقى نشوف إعلام نادي الزمالك كان بيقول إيه على النادي الأهلي في الوقت ده. نطلع ونشوف الفيديو. تمنى أن نادر شوقي يبعد عن لعيبة نادي الزمالك ويتجه للعيبة نادي الأهلي اللي هم أبطال الثلاثية، وعنده حسين الشحات بيلعب في نفس مكان احمد سيد زيزو، عنده ماضي جميل جدا وتم شراؤه ب5 مليون دولار وتم بيعه مش عارف ب2 مليون دولار، فعنده لعيب كويس يروح للنادي الاهلي ويقدم عرض لحسين الشحات. لكن فكره ان طول الوقت احمد سيد زيزو عرض، مصطفى محمد عرض، محمود علاء عرض،
شيكابالا عرض، يوسف اوباما بعد ما جدد عرض، فتوح عرض. يا جماعه في ايه؟ احنا ما خدناش الثلاثيه على فكره، احنا خدنا السوبر المصري والسوبر الافريقي. فبالتالي وعندنا لعيب اسمه كهربا هرب ورجع لهناك، فارجوكم لو سمحتم يا استاذ نادر شوقي يا محترم، ليس لك علاقه بلاعبي نادي الزمالك، وان لعيبه الزمالك ومجلس ادارته الحالي لن يتعامل معك. نادر شوقي انت عندك قفشه اللي هو جاب القضيه، اللي هو جاب الجون اللي هو القضيه ده اللي بيتقال عليه القضيه يعني في الدقيقه 85، ما تجيب عرض لمجدي قفشه. مش عارف ايه العروض كترت قوي على لعيبه الزمالك. قلنا قبل كده باعث التعصب الرياضي كابتن خالد الغندور، ما عنديش اي مشكله انك تدافع عن لاعبيك واستقرار فريقك، وانك يبقى عندك اي مشكله مع كابتن نادر شوقي، وده شيء يعنيك وشيء شخصي. انما فكره ان انت عندك مشكله مع نادر شوقي فتقول له عندك حسين الشحات وعندك قفشه وعندك كذا، اذا كان شيء انت يا اخي من مبادئ المهنيه اللي اي حد لسه بادئ اعلام يوم هيفهمها، شيء انت بترفضه على نفسك، وفي نفس الوقت انت نفس الاعلامي بتقول له اعمله مع نادي منافس، اي منطق بتتكلم بيه؟ اي احترام لنفسك بتمارسه وانت قاعد قدام الشاشه؟ تعالوا بقى نشوف كابتن خالد الغندور نفسه وهو بيجيب عروض او زعلان ان مفيش عروض لبعض لاعبي الزمالك في فيديو هيزعل قوي لما يشوفه، ونطلع ونشوف الفيديو. طب انا نفسي اسالك سؤال يا فندم، انت شايف محمد هاني ان هو نمره واحد انه يحترف، وشايف في زيزو اللي كان بيلعب في اكاديميه وادي دجله، لكن مش شايف في مصطفى فتحي انه يحترف. انا قلت لك الكلام ده تاني، هقول لك تاني وتالت ورابع، نادر شوقي مش مقتنع ان هو يطلع مصطفى فتحي، ممكن 50,000 واحد يطلع مصطفى فتحي، انا ما اقدرش اطلع مصطفى فتحي لان انا مش عارف اسوق مصطفى فتحي. لكن انت 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 شايف ان محمد هاني رغم عدم لعبه في النادي الاهلي اساسي، لكن هو تستطيع من خلال امكانياته ان انت تخليه يحترف وتسوقه. محمد هاني احتوافي لاحمد فتحي. تمام. وانا شايف ان محمد هاني موهبة موجودة في المركز ده ولازم الواحد يستغلها. طب ليه شايف مش شايف في مصطفى فتحي ان انت تقدر تسوقه؟ ليه؟ ايه العيب في مصطفى فتحي؟ لا برضو ارجع اقول لك انا احترم مصطفى فتحي جدا جدا جدا، لكن الستايل بتاع مصطفى فتحي ما اعرفش انا اسوقه، جسمه ما ينفعش فيزيكلي او جسديا او بنقول ايه بدنيا. ما اعرفش ان هو تاخده وتوديه حته جامده او تاخده وتوديه حته تعرف تبني عليها. مهاري مهاري، بس حتى مصطفى فتحي ما بيلعبش اساسي مع نادي الزمالك، انا هو بينزل اخر الو يا اخي، بتحط نفسك في مواقف بايخه بشكل. انت نفس الاعلامي اللي زعلان ان نادر شوقي بيفاوض اللعيبه بتاعه نادي الزمالك وبتقول له روح لعيبه الاهلي، كنت بتقول له اشمعنى لعيبه النادي الاهلي، وعمال توصل لنتيجه ليه مصطفى فتحي انت مش عايز تجيب له عرض؟ هو نفس الاعلامي، بس الفكره تناقض، غياب المنطق بيعمل اكتر من كده. بس على لسان نادر شوقي، لو عايز تعرف ليه لعيبه النادي الاهلي ما بيجيلهاش عروض في الوقت ده، زي ما قلنا لك من شويه سادس مره كاس العالم للانديه، اسمعها وافهمها على لسان نادر شوقي. الاهلي بطل افريقيا وجاب الثلاثيه وما جبتش ولا لعيب في النادي الاهلي عرض تخرجه بره، وبتخرج لعيبه من الزمالك. انا جايب لزيزو عرض في الخليج. ايه بقى كده؟ النادي الاهلي هيلعب كاس عالم انديه، مين فيهم هيكون عايز يسيب النادي الاهلي ويحترف دلوقتي؟ هو مين اصلا هيحترف في النادي الاهلي دلوقتي؟ ده كل الساينينجز بتاعت النادي الاهلي دي اللي كان طالعها اعارات، او اللي لسه ساينينجز جديده، فلسه في بقى ايه المرحله اللي جايه، اللي هي السنه دي والسنه اللي جايه، وبعد كده تبتدي تعرف تطلع. وصلت. على فكره فرجاني ساسي اللي عنده مشكله في التجديد مع نادي الزمالك كان احد اهم اسباب رغبته في انه يروح الدحيل ان هو يلعب كاس العالم للانديه. لازم تعرف ان كاس العالم للانديه هي يمكن بطوله عشان انت ما اختبرتهاش او ما حسيتش مشاعرها، فعندك مشكله في فهم قيمتها اللي تخلي اي لاعب يكون حريص انه يبقى موجود فيها. اتمنى تراجع تناقضاتك وتقف قدام المرايه زي ما نصحناك 100 مره وتسأل نفسك اللي انت بتعمله مهنيا صح ولا غلط. كانت حلقة مهمة جدا من الأهلي خط أحمر، كان لازم ناس كتير جدا تعرف فيها ان حقوق النادي الأهلي كانت وستظل خط أحمر. نشوفكم في حلقات جديدة ان شاء الله.